سؤال، هل حد فيكم هنا نفسه يعمل حاجة ولكن مش قادر يقرر يعملها؟ ممكن تحصل؟ مظبوط؟ والواحد يقولك لو قررت ان انا اعملها ممكن يكون في خوف، ممكن يكون حاجة، ممكن اخسر، ممكن حد يضحك عليا، ممكن حد يهزأني، في مؤثر خارجي. هنتكلم في الحاجات دي كلها النهارده. هل حد فيكم مثلا نفسه ياخد لغة وبعدين يعملها يبدأ وبعدين يسيبها؟ مظبوط؟ ممكن يشتري كتاب يبدأ شوية وبعدين يسيبه، ممكن يعرف شوية رياضة يبدأ وبعدين يسيبها، ممكن عايز ينزل وزنه يبدأ وبعدين يسيب، ممكن يكون عاوز يبطل التدخين يبدأ وبعدين يسيب. كل دي قرارات ضعيفة. واحد ناس يقول لك ازاي، كم واحد فيكم هنا نفسه يقرر قرار يعمل فيه تغيير في حياته ولما يعمل التغيير حياته تبقى أحسن؟ مين فيكم عايز يعمل قرار بالمنظر ده النهاردة؟ مين فيكم عايز يقرر مثلا يعمل تغيير في حياته المهنية، يفتح وظيفة، يفتح حاجة لنفسه، يفتح مشروع؟ حد عاوز يعمل حاجة زي كده؟ كويس. في حد فيكم عاوز مثلا ياخد قرار انه يتعلم لغة جديدة؟ ممكن. اتكلم على القرار الداخلي والقرار الخارجي، تفرق كتير جدا، وهنتكلم في حاجات لذيذه جدا ازاي الانسان ممكن يقرر حاجه وبرضه ما يقدرش يعملها. ما كل واحد فينا عنده قرار انه يكون سعيد، وعنده قرار انه يكون ناجح، وعنده قرار انه يكون عنده علاقات ممتازه، ولكن ساعه الجد تلاقيه ما عندوش ولا حاجه من دول عايزها. انا نفسي في حاجه لكن ما عملتهاش، نفسي انزل وزني لكن ما نزلتوش. انا بشوف مثلا دكاتره، في حد هنا دكتور تجميل؟ دكاتره التجميل، اوكي ممكن نتكلم براحتنا. بص هيقول لك ايه، حد مثلا سنين شويه يروح دكتور عشان يشفط له حاجه، يشفط له حاجه وبتاع، فيشفطها من حته تطلع من ناحيه ثانيه، يوم يشفطها تطلع من هنا، وبعدين لما يشفطها طبعا خلاص كله اتشفط بقى حاجه اخر حلاوه، يبداوا ياكلوا بقى في حاجات حلوه مش عارف ايه، زي ما كله مش هياكل ثاني، وفي 6 اشهر يقول لك الشفط ما نفعش. هو اللي بيخش غير اللي جوه، لازم تظبط الاثنين الاول قبل ما تعمل عمليه وتصغر المعده وتصغر بتاعه، والحقيقه اللي عايز يتصغر هو ده عشان يشتغل مظبوط. فلما نيجي نفكر في حاجات زي كده، ويعني وانا جاي النهارده سالوني كتير ازاي مش الواحد يعمل حاجه يبقى مستمر عليها، ممكن اخد قرار وابقى مستمر عليه، وده اللي هو اسمه القرار القوي. القرار الضعيف ان انا ابدا حاجه وما اكملهاش، ابدا حاجه ما اكملهاش، نفسي اكون حاجه ما اكملهاش، نفسي العب رياضه ما اعملهاش، نفسي اتعلم لغه ما اكملهاش، اشتري كتاب وما اكملوش، ده اسمه قرار ضعيف. فلما نيجي نفكر كلمه القرار جايه منين، لو بصيت في القاموس هتلاقي كلمة قرار اسمها دوكايتيري. دوكايتيري من أساس هي يوناني، يعني إيه؟ يعني تكت، تكت يعني تقطع. إيه معناها تقطع؟ دوكايتيري معناها لما ناخد قرار أقطع كل الاحتمالات اللي ممكن ترجعني تاني، بقطع كل الاحتمالات اللي ممكن ترجعني تاني عن قراري. أنا قررت وأنا عارف إن قراري ممكن بيحدد مصير، وعلى فكرة القرار يحدد المصير، مش حالتي النفسية اللي بتحدد مصيري، قراري بيحدد المصير. أنواع القرار، أنواع القرار، في ناس تقول لك أنواع القرار، القرار اللي هو قصير الزمن وطويل الزمن، دي ما تهمنيش، أنا عايز أعرف أنواع القرار اللاواعية. أول أنواع، فأنواع القرار اللي هو قرار في طريقة التفكير. طالما التفكير بيحدد المصير، وانت سمعتوني قبل كده في نجاح بلا حدود اللي كان حد سمعها، او قوه التحكم في الذات، بيقول لك لاحظ افكارك لانها تتحول الى كلمات، لاحظ كلماتك تتحول الى افعال، لاحظ افعالك تتحول الى شخصيات، لاحظ شخصيتك لانها ستحدد مصيرك. يعني التفكير يحدد المصير، فواجب عليا ان انا اقرر افكر ازاي، اقرر افكر ازاي. شخص يقول لك انا تعرف انا كل حاجه صعبه في الدنيا، انت ما عندكش فكره انا عايش فين، ما عندكش فكره عن المحيط اللي حواليا، انت ما انتش موجود في مشاكلي انا. هو قرر انه يفكر الاسلوب ده، بمجرد ما غير تفكيره بقى تفكير ايجابي، الحياه اختلفت تماما، لان بدات افكر تفكير محترم. تفكيري ازاي ممكن اصحى الصبح عشان فعلا اصلي الفجر، ابدا اخطط لها، اعملها مره، انام بدري، افكر ازاي استخدم التخيل الابتكاري بالعلم واقدر اعملها. عايز تكون اعصابي اهدى، ده قرار. فالتفكير يحدد المصير، فاول قرار عايز اخده ان انا افكر ازاي، افكر صح، افكر صح، لان التفكير بعد كده، بعد التفكير في حاجات تانية بتحصل. فالتفكير القرار اللي بعده قرار في التركيز. انتوا عارفين ان اي حاجة بركز عليها حسب قانون التركيز، وده قانون من قوانين العقل الباطن. قانون التركيز بيقول لك ايه، اي حاجة تركز عليها، اي حاجة تركز عليها بتتحكم فيك. ازاي؟ طالما ركزت عليها بتأثر في شعوري واحاسيسي، وتأثر في حكمي على الاشياء. طالما ركزت على حاجة بتأثر في شعوري واحاسيسي وعلى حكمي في الاشياء. انا ممكن اركز على حد مضايقني واتضايق، ممكن اركز على حد يبسطني وانبسط. اي حاجة اركز عليها هتأثر في شعوري واحاسيسي وعلى حكمي في الاشياء، هي كده. فمعنى كده لازم اقرر تركيزي يروح فين. الواحد يسأل نفسه تركيزي فين النهاردة، هل تركيزي سلبي، هل تركيزي ايجابي؟ لو سألت نفسي انا حاسس بايه،
لما حد مثلا يجيني في العياده وبعدين يقول لي دكتور انا تعبان نفسيا، تركيزه فين؟ تركيزه فين؟ تركيزه في التعب النفسي. فتسال الشخص طب انت عايز ايه؟ وجرب اساله انت عايز ايه، بتوديه في حاجه اسمها اوت كم، اللي حاجه في المستقبل. انت عاوز ايه؟ يخش في المصادر، يخش في الحل. طب انت عايز ايه؟ بس انا تعبان نفسيا. والله سمعتك وحاسس بيك، انت عاوز ايه؟ اول ما يقول انا عاوز كذا، طلع من منطقه الامان وبدا يروح لمنطقه المصادر، لان عنده مصادر في منتهى الروعه لكن مش واضحه بالنسبه له. ليه؟ لانه بيفكر بطريقه معينه، بيركز بطريقه معينه، اثرت على حكمه في الاشياء وعلى شعوره واحاسيسه. فلازم الواحد يقرر قرار، ازاي انا افكر صح، ازاي انا اركز صح. وطالما بدات افكر صح واركز صح، القرار اللي بعده قرار في الادراك. كلمه الادراك دي كلمه خطيره جدا. ايه اللي انا بدركه في الحياه؟ ايه اللي انا بدركه عن الاشياء؟ ايه معنى الاشياء بالنسبه لي؟ هقول لكم حاجه بسيطه جدا. واحد بيفكر وبيركز ان لو عينه الشمال ترف هتحصل له مصيبه، مش ده اللي بيحصل؟ ولو عينه الشمال رفت يبقى عمال يلف حوالين نفسه، مصيبه هشوف مصايب ويشوفها. ويشوفها ليه؟ بسبب قانون الانجذاب. اي حاجه تفكر فيها تنجذب اليك من نفس النوع. وبعدين يقول لك شفت اهي اهي، وبعدين لو ايدي اليمين كلتني مش عارف هسلم على حد، لو الشمال كلتني هيجي لي فلوس، لو ما دي كلتنيش فتره كبيره بتخرب بيتي. والناس بتفكر على كده باستمرار. ايه ده، جبتها منين؟ ادراك ملوش دعوه اطلاقا بالحقيقه، له دعوه بالطاقه البشريه. ده انا بعت الطاقه بتاعتي. انا بقول لك التفكير والادراك والتركيز، اي حاجه تفكر فيها وتركز عليها بتبعت لها طاقه وترجع لك من نفس النوع. زي ما بالانجليزي بقول لك ازاي، where the mind goes energy flows result shows. اي حاجه الواحد يفكر فيها الطاقه تروح لها على طول وترجع لي من نفس النتائج وبنفس الطريقه ومن نفس النوع. فمعنى كده ان انا لازم اقرر افكر ازاي، لازم اقرر ادرك ازاي، لازم افكر ان انا بقرر تركيزي رايح فين، ولازم اقرر احاسيسي، شعوري واحاسيسي. طبعا عشان اوصل للشعور والاحاسيس، الشعور والاحاسيس لازم تيجي الاول من التفكير. يعني ربنا سبحانه وتعالى ادالك روح، الروح محتاجه جسم، محتاجه جسد عشان تشتغل جواه، والجسد محتاج ذهن عشان يفكر له، والذهن محتاج شعور واحاسيس عشان تحركه. لان الشعور والاحاسيس هي وقود الفعل، مجرد ما احس خلاص بعدها في فعل. عشان كده بعد الشعور والاحاسيس عندي سلوك، السلوك بعد الشعور والاحاسيس. ممكن حد قاعد وعمل مثلا، قال لك انا عامل ريجيم وعشان انزل وزني، وبعدين فجاه يبص لاقي صوت داخلي عامل يطلع مع الشعور والاحاسيس، بتطلع الصوت يطلع والشعور والاحاسيس تطلع، يروح طالع جاري على الثلاجه وفك يدور على حاجه حلوه ياكلها. ايه اللي حصل داخليا؟ شعور واحاسيس مع صوت داخلي، دي انا بسميها حاله الطوارئ الداخليه، انترنال ايرجنسي. تطلع زي ما طلعت ممكن انزلها وبمنتهى السهوله، ما تاخدش وقت كبير لان هي طلعت جوايا، ممكن انزلها برضو جوايا. فالوقتي لازم يكون عندي قرار داخلي بان انا اتحكم في احاسيسي، وقرار داخلي ان انا اتحكم في سلوكياتي، وقرار داخلي ان انا اتحكم في الفعل. مجرد ما احط حاجه في الفعل النتيجه خلاص ظهرت، انا دخلت ادي الفعل. واي حد يقول لي دكتور انا هعمل كذا وكذا 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 وكذا، اقول له اكتبها لي وبعدين قول لي انت بتعمل، وريني انت بتعمل ايه، ما تكلمنيش عليها كتير، انا عايز اشوف الفعل، عايز اشوف الفعل. الناس بتحكم عليك بالفعل مش بتحكم عليك بالكلام. في الفعل تحط حاجه في الفعل، بتحطها في الفعل بتبان النتائج. فانا لما من الاساس لو تفكيري مش مظبوط وفي نفس الوقت تركيزي مش مظبوط وادراكي مش مظبوط، احاسيسي مش مظبوطه، وطالما احاسيسي مش مظبوطه السلوك مش مظبوط والفعل مبني على كل ده. يعني الدايره دي كلها اللي عماله تلف شمال ويمين. واحد من شويه سالني دكتور انا عندي وسواس قهري، فانا قلت اوعدك ان انا هكلم فيه. هي الدوره دي، الوسواس القهري عباره عن ايه؟ عباره عن فكره وبعدين توصلني شعور واحاسيس، بعد شعور واحاسيس في فعل، ولما اروح للفعل ابدا اشك، ولما اشك ارجع تاني للفكره، وبعدين احاسيس، وبعدين فعل، وبعدين شك، شغال فيها باستمرار. لو انا كسرت الفكره او عملت حاجه تغيير في شعور واحاسيس، او لما يجي للفعل اكسر له في حاجه، ممكن المخ ما اعرفش رايحه فين، انا اللي كونتها. وزي ما انا كونتها، زي ما كنت مبتكر ان انا اكونها في وقت من الاوقات، ممكن اكون مبتكر ان انا برضه الغيها، لان المخ اسرع من سرعه الضوء. الشخص لما يقول لك ممكن 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 انا اعمل حاجه، طالما اي انسان في الدنيا يقدر يعمل اي حاجه، انا وانت ممكن نعملها، انا وانت ممكن نعملها، طالما بشر عملها يبقى انا كمان ممكن، طالما حد عملها قبلي يبقى انا لما اعملها هكون الاحسن، ولو حد ما عملهاش خالص يبقى انا الاول. باستمرار واحد يفكر باسلوب انه يكبر نفسه بقرارات، قرار يحدد مصير. ما حدش يقعد يقول لك اصل الدنيا، اصل البلد، اصل المجتمع، اصل انت ما عندكش فكره عن اللي حد يكسر الحاجز بقرار. طالما انا بعمل حاجه صح ما بغضبش الله سبحانه وتعالى، يبقى في الحالات دي ممكن اوصل لاحسن المراكز في حياتي، طالما قررت
والقرار يحدد تحديات القرار. ايه التحديات اللي ممكن تقف قصاد انسان في القرار؟ اول تحدي بنتكلم عليه اللي هو البرمجه السابقه. البرمجه السابقه، انا اتبرمجت بطريقه معينه من صغري، وبعدين كبرت على هذه الطريقه وبتكلم وبتصرف بطريقه معينه، وبعدين انت جاي تقول لي غير، مش عارف، لاني متبرمج بطريقه معينه. الطريقه دي اللي انا اتعودت اخد بيها قرار، دي اللي انا اتعودت ان انا افكر بيها، فدلوقتي ممكن اغيرها ازاي في منتهى السرعه. عشان كده لما بدانا نجيب هنا البرمجه اللغويه العصبيه ونتكلم يعني ايه البرمجه وممكن نغير البرمجه ازاي، اي برمجه بتحصل في حياتنا خدوا بالكم اللي انا هقوله، بتحصل بالحواس الخمسه وبتتبرمج في مكان معين في المخ. لو عملت اي تغيير في تركيبه الحواس الخمسه المخ ما يعرفهاش، فالبرمجه ممكن تتغير وفي لحظه. معناها ايه؟ لو احنا عندنا فيلم مرعب، هو ايه اللي بيخوف في الفيلم؟ الصوت ولا الصوره ولا الاثنين؟ الاثنين. لو قفلت الصوت هل نفس الاحاسيس هي هل ممكن تتفرج على فيلم الساعه 3 الصبح لوحدك؟ حد فيكم ممكن يعملها؟ فيلم مرعب الساعه 3 بالليل لوحده خالص، واللي يعملها ممكن يروح ورايح الحمام يبص وراه في مصيبه، ولما يقعد على حته يرفع رجلي كده فوق حتى هيشدك من تحت، عايش في نفس البيت بقاله سنين، ولو حد قال تنط في السقف. لان في حاجه مهمه جدا بنتكلم عليها، انا لما اجي اقول لك برمجتي السابقه ممكن احولها، لو انا دلوقتي خدت الفيلم ده وخدت الصوره وبعدت الشاشه وديتها بعيد وصغرتها قد كده، هل نفس الاحساس؟ طب لو قفلت الصوت وخليت الصوره بعيد، نفس الاحساس؟ دلوقتي لو حطيت موسيقى حسب الله جوه البتاع الفيلم المرعب وحطيت لهم كلهم ودان ارامل لبستهم كلهم بامبرز، ايه اللي يحصل؟ هو الفيلم هو الفيلم مرعب، ولكن المحتوى التركيبه اتغيرت، ولو غيرت تركيبه اي تجربه المخ يرفضها. تاني حاجه التعميم السلبي. يعني ايه التعميم السلبي؟ ان انا بعمم حاجه. طالما ركزت على حاجه معينه، زي ما قلت لكم امبارح، حد يكون متضايق من حد مثلا يقول لك البلد بحالها، الناس بحالها، فالواحد لما يعمم عن نفسه انا ما اقدرش اخد قرارات، فبيعمم عن نفسه ما بيقدرش ياخد قرارات في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حته، والصبح او الظهر او بالليل وفي اي بلد مختلفه وفي اي موسم من السنه. يعني معنى كده ان انا عممت، والتعميم بيبقى قد كده. لما حد يقول لك انا تعبان نفسيا، يعني عمل تعميم قد الدنيا دي كلها، فبيخش باحاسيس قد الدنيا دي كلها. مجرد ما تحددها له تقول له ايه بالتحديد اللي مضايقك، تحصل حاجه واحده، فبدل التعميم بقى تحديد، بدل ما الشعور بقى قد كده بقى قد كده، فيخش لها على قدها بالظبط، يبدا يحددها. ولما يحددها فالتعميم من ضمن تحديات اتخاذ القرار. اللي بعدها على طول الخوف من الفشل. الخوف بيتكون لنا من سن صغيره جدا. انا مثلا ممكن طفل صغير رايح يحط ايده على النار، وبعدين تيجي والدته تقول لا ما تمسكش النار، وتروح واخدها بعيد وما قالتلهوش ليه، ما علمتهوش ليه، ما دربتهوش عليها، فيسيب والدته مش هنا، يجي راح حاطط ايده على النار ويروح محروق ويصوت وياخد اول تجربه في الفشل. هي قالت لي اكثر من مره، قالت لي مليون مره ما احطش ايدي، وهي عارفه ليه، انا لما حطيت ايدي واتحرقت. ادي اول خوف من الفشل، فتعلمت الخوف من الفشل، والمخ يبني عليها بقيت حياتي بعد كده. ولما يتبني عليها مش في مشروع، ابص نفسي مش قادر لاني خايف من الفشل، لان اتربى جوايا الفشل من اول 7 سنين من حياتنا. اتربى لنا 95% من القيم الحسيه والعاطفيه، و90% من قيمنا كلها قبل 7 سنين، فلسه عنده اطفال قبل 7 سنين ياخد باله لانه بيفهموا اكتر مما تتخيلوا. طبعا مش معنى كده بعد 7 سنين خلاص اللي فات مات. البرمجه ممكن تتغير، البرمجه ممكن تتغير. فالخوف من الفشل، الواحد يسال نفسه انا خايف من ايه بالظبط؟ ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ وايه احسن حاجة ممكن تحصل؟ ولا دي هتحصل ولا دي هتحصل؟ في حاجة هتحصل معقولة بين الاثنين، والحاجة اللي ما تموتنيش تخليني اقوى، الحاجة اللي ما تموتنيش تخليني اقوى. يبقى لازم اتعلم انا خايف من ايه بالظبط بالتحديد؟ ايه بالتحديد اللي مخوفني؟ واتعلم اروح محاضرات، اروح لمتخصصين، واخلص من الخوف من الفشل. ده يعجبني. كنت مع دارلا مونجامري في التلفزيون في الاخبار في لويزيانا، بتقول لي بالنسبة لك الفشل يعني ايه؟ قلت لها مفيش حاجة في الدنيا اسمها فشل، في خبرات وتجارب. بالنسبة لي الشخص ما هو الشخص فاشل، اللي هو الشخص بيفكر بطريقه فاشله، انه يبطل يستغل قدراته وخطاه في انه خلاص ساب، تبدا تعمل التغيير. لان هو اكتر من مره، تعالى بص اي حد ناجح في العالم هتلاقيه وقع 50,000 مره، 50,000 مره، كل مره بسرعه بتتحول. لو حدفت انت كوره تلاقيها نطت بسرعه اكتر، بعدين فتحت ممكن بسرعه اكتر. اللي هي بنقول لك كده ليه لك حياه العالم، اشتغلوا سوا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف سنه 60 بعد الحرب العالميه الثانيه، ايه اللي حصل؟ ما كانش عندهم ولا حاجه. قال لك هنبقى احسن بلد في العالم في الاقمشه في التكستايل، ما خدش منهم 12 سنه. ده اللي حصل في الساعات، نفس الشيء كان قبل كده. الساعات السويسريه هم اليابانيين دلوقتي،
كان الكمبيوتر هم اليابانيين، العربيات هم اليابانيين، ما خلوش حاجه، هو اللي بيحافظ على اقوى ناس عندهم هسه دلوقتي. لما وصل لمرحله اسمها الساتوريشن، يعني وصل لمرحله حس انه قوي جدا، فبدا يفنش، بدا ينزل دلوقتي، لان الناس عماله تجري، الناس عماله تجري، واحد ياخد مكانك مش ممكن تاخده تاني. فلازم افكر صح، لازم افكر بابتكار. دلوقتي زمان كان الرائع في السوق العالميه كان يقعد لغايه 6 و7 و10 سنين، النهارده من ساعه ل6 شهور، وبعده على طول الناس بتتحرك بسرعه، بتفكر بابتكار. بنجرب كنا شركه كودك في دلس، والتغيير ده الناس لما تطلع عندهم مثلا عنده ربع ساعه، عنده اي وقت، طلع الحمام ولا طلع ياخد قهوه وهو ماشي، هيبص على يمينه في ايه؟ في ابواب. الابواب دي تفتحها تلاقي غرفه فيها سبوره فيها تباشير، وانت ماشي جات لك فكره خش فيها بسرعه قبل ما تروح منك، لان الافكار بفلوس، الافكار بفلوس. يقول لك مش عايزين حد يروح عنده فكره اطلاقا، اديني الفكره دي. هل حد فيكم يكون نايم بالليل ويجيله فكره، فكره رائعه، جاله حل، حل رائع، وبعدين كابتن، ببدا بكابتن، وبعدين مدير، ومش ملوش ممكن يحصل، وبعدين مدير، وبعدين عشان كده بقول لكم خلي الاستمرار جنبكم ورقه وقلم، دي هديه من الله سبحانه وتعالى، جايه لك عن طريق العقل الباطن. تيجي تدور عليها الصبح بالعقل الواعي مش هتلاقيها، لان ما هيش موجوده في العقل الواعي، هي موجوده في العقل اللاواعي. اول ما تيجي قوم واكتبها، وبعدين نمشي. فده الغرض، ان الواحد بيفكر الخوف من الفشل يعني ايه؟ انا ربيته جوايا، وزي ما ربيته جوايا ممكن اتحلل احطموت اللي بعدها على طول. انت منطقه الامان، منطقه الامان اتكلمت عليها قبل كده مره، منطقه الامان في منتهى الخطوره. يعني ايه منطقه الامان؟ مجرد ما تكون لي مفهوم ذاتي، مجرد ما تكون لي برمجه، كل واحد فينا عنده منطقه الامان. عاوز اعيش في نفس المكان، عاوز اشتغل بنفس الطريقه، عاوز احس ان انا عندي دخل، عاوز احس ان انا عندي امان وضمان في حياتي. بمجرد ما تقعد في منطقه الامان فتره، انا بسميها منطقه الخطوره. لان الانسان لما يطمن قوي زياده عن اللزوم يبطل يستغل قدراته، لان خلاص مرتاح، وبعدين الروتين يخش عليه لغايه ما يجني نفسه، وبدا تبدا الاحباطات والقلق والاوجاع النفسيه. لان اول ما وصلت لمنطقه الامان اقول لك طب اقرر ليه؟ طب اتغير ليه؟ طب انا كويس اهو. وبعدين تلاقي الشخص فعلا لما يقعد لوحده تلاقي الناس كلها بتتحرك، هو لا، لان الجزء الديناميكي لكن موجود في منطقه فيها امان وضمان زياده عن اللزوم. عندي صديق من مونتريال عنده مطعم، المطعم ده بيبيع فيه سمك، السمك طازج. بعدين بيقول لي تعرف مين السمك طازج؟ بس ملوش طعم، ملوش طعم، بيجيبه من الاكواريا، ده جزء ديناميكي، ملوش طعم، لو سبته زي ما كان وما رتوش فبص، ده جزء المنتظم. قال لي مش معنى كده جزء المنتظم. انا هقول لك في سمكه صغيره اسمها فايتر، شكلها حلو قوي، بس السمكه دي ما تحبش حاجه زي ما كنت، عشان تلاقيها باستمرار لوحدها، حاطينها في قفص كده لوحدها في نظام لوحدها. لو حطيتها في اي حته هتضرب كل اللي موجودين، قلت له حط لك واحده من دول، يا اما شارك صغير كده حط جوه. فلما حط واحده من دول، طبعا السمكه الصغيره دي قعدت تجري ورا السمك، وبعدين تقعد ده وتقعد ده، فالسمك بدا يجري، العضلات بدات تتحرك، بقى في منتهى التصاعد. بعد كده قبل كده كان السمك مرتاح، كان في منطقه الامان، يتحرك شويه يعني شويه شويه، الضغط كده شويه تطلعه، مفيش طعم لان مفيهوش عضلات. لما حطيت له ده حطه في منطقه بره الامان، بدا يجري منطقه الخطوره. بعد كده ضعف الثقه في الذات. لما بنتكلم في كل دول، عندك برمجه سابقه تكون سلبيه، تعميم سلبي، خوف من الفشل، منطقه الامان، فين الثقه في الحالات دي؟ هتبص تلاقي في حاجه حصلت فيها، في حاجه اتكسرت فيها، فلما حاسس بعدم الثقه، لان جواها الصوره الذاتيه، جواها التقدير الذاتي، جواها المثل الاعلى الذاتي، كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الثقه في النفس اول مره. كل عندك شعور واحاسيس، شعوري واحاسيسي ممكن توقفني من اتخاذ قرار. لو تبني قراراتك فقط مبنيه على شعورك واحاسيسك باستمرار هتطلع خطيئه، لان لو انت مبسوط يبقى منتظم، ولو مش مبسوط هتعمله معمل ايه؟ ففي الحالتين ضدك. فلو مبسوط قوي وشعوره احاسيسي رائعه، عايز احب الناس كلها، واللي عايز ياخد حاجه ياخدها، لكن الواحد لازم يكون معتدل. وفي الاخر يعني في خلال ما احنا بنتكلم في الاساليب، هديك اسلوب في منتهى الروعه، بسيط جدا، مبني على 4 اساليب اللي هم اقوى اساليب في اتخاذ القرار في العالم النهارده. دي ما يسمى فيها الفيرتيكال ثينكينج واللاترال ثينكينج والكوجنيتيف ثينكينج، فيها 4 اصناف. في تغيير، انت احدث تغيير في حياتك، غير في اوضتك شويه، طبعا ما تقعدش تغير فيها كل يوم، انت كده بقى مرض. انت بتعمل تغيير فيها من وقت للتاني، التغيير ده كويس يخليك